بالنسبة لرأيك كيف أداء لعيبة النادي الأهلي الدوليين يعني بتقول مع منتخباتهم طبعا زي تونس والمغرب؟ يعني لو بنتكلم علي معلول هو طبعا أول مباراة لعب شوط وواضح إن هو كان متأثر شوية بالإصابة فما كملش، ولكن لما نزل في المباراة النهائية شوية اللي لعبهم اطمنا عليه إن هو سليم، وكمان يعني هو حرك الدنيا. كل الهجمات تقريبا بتاعة تونس في الفترة اللي كانوا بيحاولوا يتعادلوا فيها مع منتخب الجزائر كانت عن طريق علي معلول، ولكن المنتخب التونسي لم يحالفه يعني التوفيق. بدر بنون طبعا بسم الله ما شاء الله في البطوله بشكل عام عامل اداء جيد، وواحد يعني مدافع وجايب تقريبا ثلاث اهداف منهم هدف مباراه الجزائر يعني كان، وهي مباراه قويه جدا طبعاً. كمان كان بدر بنون عنده باد لك في اخر كام مباراه مع الاهلي لما بيجي ينفذ ركله جزاء بتتصد او بتضيع، في البطوله دي استعاد تاني فكره ان هو مسدد جيد لركلات الترجيح. فلا بدر بنون الحمد لله اطمنا عليه في البطوله، علي معلول اطمنا ان هو الحمد لله سليم. لعيبه منتخب مصر المشكله زي ما قلنا كلها تتعلق بالاجهاد، ان شاء الله اليومين دول مع الامور في قطر طبعا والاستشفاء هناك كل حاجه على اعلى مستوى، نتمنى ان شاء الله كل اللعيبه تستعيد وكله يبقى جاهز لمباراه السوبر ان شاء الله.